سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم وصفه رائعه جدا، اللي هي عباره عن وصفه خاصه بالعنايه باليدين. دائما احنا نقوم بماسكات على الواجهه على الجسم، لكن بعد احيانا نهملوا اليدين تاعنا. لازم على الاقل مره في الاسبوع نعملوا هذا الماسك اللي هذه الخطوه عفوا راح نقسمهم مع بعض. اذا واش راح نحتاج هنا؟ نحتاج الى ملعقه كبيره من السكر، ملعقه كبيره من الملح الناعم، وملعقه كبيره من القهوه. وهنايا نحتاج اما العسل او الزيت. انا حنستعمل العسل، تقدروا تستعملوا الزيت او العسل. اذا نخلطوا كامل هذه المكونات مع بعضها البعض. نحطوا كميه من العسل حتى يولينا الخليط تاعنا كريمي كيما اون كريم هكا. مهم يولينا مقشر باش نقدروا نقشروا به اليدين تاعنا. احنا ما نحتاجوش انه يكون سائل عفوا، المهم انه كامل المكونات هذه تمسك مع بعضها البعض باش نقدروا نستعملوه، لانه نحتاجو توجور هذاك الملمس الخشن تاع الماسك ديالنا. نزيدو كمية صغيرة فقط من العسل. يكفي هذا القدر. راكم تشوفوا الشكل تاع الماسك تاعنا كيفاه ولا تاع الخليط. شوفوا احنا نحتاجوه خشن، ملمس خشن هكا كي تمسك المكونات مع بعضها البعضيك. دونك نابليكيو هذا المقشر تاعنا على اليد ونعملوا هذه الحركه مده دقيقتين على كامل اليدين تاعنا. نقدروا نستخدموا ايضا القدمين، لكن وعدكم مرة جاية راح نقدم لكم ماسك رائع بالنسبة للأقدام. إذا نحطوه في كامل اليدين تاعنا هذا، ونعملو التقشير لمدة دقيقتين على الأقل دقيقتين. إذا البنات بعد ما عملنا التقشير تاعنا قلنا نعملوه مدة دقيقتين. نهار تشوفوا الشكل تاع اليدين كيفاه ولا. دونك عملنا تقشير مدة دقيقتين. هنايا نحتاجو نروحو لخطوة تانية. نحتاج الى ملعقة كبيرة من المايونيز، ملعقة كبيرة من الزبادي الياورت الطبيعي، وملعقة من زيت جوز الهند الطبيعي. اذا نحطو هنا المكونات هادو مع بعضهم البعض. نحتاج هنا الى ملعقة من زيت جوز الهند. نشوفوا فيه مازال ماهوش دايب، راهو جامد. نخلطوا هاد المكونات كامل مع بعضها البعض، ونحطوا هاد الماسك تاعنا على اليدين مدة 20 إلى 25 دقيقة. نخليوه يدير المفعول تاعو مليح باش من بعد نغسلوه. دونك 20 إلى 25 دقيقة. نستعملوا هذا الماسك في الليل، دونك خاصه المراه ما عندهاش الوقت في النهار، دونك نستعملوه كل ما نرقدوا هكا، نعطيو شويه وقت نروحنا هكا نعتني بانفسنا. شوفوا كيفاه الشكل تاعها. اذا نجيبوا هذا الاخر الماسك تاعنا ونحطوه كامل على اليدين تاعنا مليح هكا. نحطوه مليح في اليدين، نخليوه مده دقيقه عفوا كنا 15 الى 20 دقيقه، 20 إلى 25 دقيقة. نحطو هكا. إذا البنات بعد ما حطينا الماسك تاعنا هنا على اليدين تاعنا، نحطوه مليح، نخليه كنا من 20 إلى 25 دقيقة، ونتلاقاو من بعد إن شاء الله.
اذا البنات بعد ما عملنا الخلطه تاعنا وخليناها قلنا على اليدين من 20 الى 25 دقيقه راكم تشوفوا النتيجه. نجيو هنايا المرحله الاخيره اللي هي الترطيب. استعملي اي حاجه عندك في البيت، اي زيت، سواء زيت لوز، لوز الحلو، او زيت جوز الهند. انا نستعمل هاد لاكريم افينو، وننصح كل الاخوات اللي ساكنين هنايا ولا اللي يقدروا يتواصلوا بهذا البرودوي، صدقوني رائع جدا. وشوفوا الكميه ما شاء الله، دونك راح تعدي لكم وقت طويل والنتيجه رائعه. دونك خاصه انه مستخلص الشوفان، دونك لافوان، دونك فريمون رائع جدا. نحطوا كميه على اليدين ونرطبوهم وردوا لي بالنتيجه البنات. صدقوني ننصحكم تجربوا هذه الخطوات على الاقل مره في الاسبوع، نعطيو شويه وقت لهكا لروحنا. جربوها ودعونا بالخير هذا ما كان. دونك انا نقول لكم نتلاقاو في فرصه اخرى بحول الله مع ماسكات جديده وحاجات جديده ان شاء الله على القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.